اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. كريم ثابت، ازيك يا كيمو؟ كريم ثابت، ما انا دايما انت عارف ان انا بقلب احمد سعيد. واحمد سعيد، ما انت يا اخي سيبني اكمل، سيبني اكمل. كريم ثابت هيكون معانا النهارده يا جماعه، واحمد سعيد. ازيك يا كيمو؟ مساء الخير يا كابتن اسلام. كريم سعيد طبعا. ميرسي جدا يا كابتن اسلام. بس حلوه كريم سعيد دي. طب كويس. كريم سعيد. حلو. طب كريم مبسوط. ازيك يا كيمو؟ الحمد لله يا كابتن اسلام. مساء الخير لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. مستعد النهارده؟ مستعد. مستعدين انا حاجات كتيره، وعندي خبر هقوله طبعا لجمهور النادي الاهلي وهقوله لكم دلوقتي. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. احمد سعيد. يا ريت ابقى سعيد على طول. يا رب ان شاء الله طول ما احنا مع النادي الاهلي نبقى سعداء على طول. عايز اقول لحضراتكم ان تم الاعلان عن حكم مباراه غدا ان شاء الله ما بين النادي الاهلي ونادي بيراميدز. كابتن محمد عادل سيقود الطاقم التحكيمي لمباراه النادي الاهلي ونادي بيراميدز. تعليقات سريعه طبعا من كريم واحمد. كابتن محمد عادل يعني شبه زميلنا المعلق ايمن الكاشف قوي. دي اول نقطه طبعا. أيوة. بفتكر الاثنين مع بعض على طول، ما يجي اسم حد منهم يبقى بكره اللي هيعلق الكابتن ايمن. ممكن هو دايما بتمشي بتفهمش ليه كابتن محمد الكاشف. صح، هو الكابتن ايمن عادل. كابتن محمد عادل يعني ما اعتقد النادي الاهلي لعب معاه حوالي 9 مباريات. كسب 7 وتعادل 2 اعتقد. نتمنى على مستوى شخصي ان الفتره اللي جايه ما فيش فعلا مساحه لاي اخطاء تحكيميه او اي ظروف تبقى خارجه عن الاطار، لان خلاص احنا شفنا خلاص يعني رجعنا للمعترك المحلي والمنافسه شديده جدا 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 جدا، وبالتالي كل الفرق محتاجه العدل التام، واحنا معانا الفار. يعني الفار اعتقد بس هو الفار الحقيقه مثلا في مباراه الزمالك والمقصه في ضرب الجزاء واضحه 100%. ما حدش رجع ولا فار ولا اي غير، وده العداله على فكره، وده اللي انا كنت دايما بطالب بيه. ان يا جماعه من فضلكم مش احنا مش محتاجين حاجه، انا محتاج ان انت تطبق لي العداله على كل الفرق. بالمناسبه هي جت بالصدفه في مباراه الزمالك. تعالى كابتن اسلام، هي مش عداله، هي بجد والله. اصل النقطه في وجود الفار مش هي مش مساله عداله. يعني في وجود الفار مساله انك تعمل شغلك. يعني حكم الفار مثلا الكره بتاعت المقصه فعلا من الكاميرا الخلفيه واضحه خلاص. يعني في الكاميرا العاديه ما كانتش واضحه. في الكاميرا الخلفيه تاكد 1000000% ان الكوره ركله جزاء واضحه جدا، ان اليد ما كانتش في مكانها بالظبط زي الكوره بتاعه المقصه ضربه الجزاء اللي احرزها احمد سيد زيزو. فبالتالي انا نفس الكلمه دي كنا قلناها في بدايه الدوري، ببساطه جدا على حكم اللقاء ان هو ما يصدرش الضغوطات لنفسه. بالظبط، اول ما تلاقي في شك اتفضل وقف الهرب وروح راجع الفيديو وراجع، خد 5 دقائق عادي. يعني احنا مش مستعجلين على حاجه. محدش مش هيستعجلك على شيء، بس اهم شيء انك تضمن ان مفيش مباريات في الثلث الاخير من الدوري يكون في اي اخطاء، لان فعلا هنا الخطا انت هتضيع مجهود. وده اللي حصل بالمناسبه دكتور احمد في مباراه الزمالك والمقاصه. كابتن محمد عبد العظيم قدم استقالته بعد هزيمته من نادي الزمالك، وبالتالي برضو اثرت بشكل او باخر يعني على مصر المقاصه في موضوع كان من المفترض زي ما كريم بيقول ان احنا يا جماعه ما فيهاش حاجه، ارجع للفار وبص عليه مره واثنين وثلاثه وعشره لغايه لما تتاكد تماما اذا كانت ركله جزاء او ضربه جزاء او لا. طبعا الغريب السنه دي كمان ان النادي الاهلي اتحسب له ضربتين جزاء بس، في انديه اتحسب لها 15 ضربه جزاء وفي انديه 14. يعني النادي المصري اتحسب له 15 ضربه جزاء، نادي الزمالك 14. الرقم القياسي مسجل باسم نادي الاسيوطي لما كان الاسيوطي سنه 2017 لما كان بيدربهم كابتن علي ماهر، اتحسب لهم 18 ضربه جزاء. يعني في انديه قربت تكسر الرقم القياسي في عدد ضربات الجزاء. ايوه، النادي الاهلي اتحسب له ضربتين جزاء بس، بالنسبه يعني عدد قليل. النادي الاهلي كمان بيروح على الجون كتير، فطبيعي ان هو هيبقى عدد ضربات جزاءه كتير. يعني ايوه. الحاجه الثانيه، الحكم محمد عادل كنت بشوفه من سنتين كان من افضل الحكام في مصر. كنت تسمع اسم الحكم محمد عادل من سنتين تثق 100% ان المباراه خلاص. ايوه، اخر سنتين الكيرف بتاعه وقع بكل صراحه. ما تعرفش بقى السبب ايه، اكيد هو يعني ادرى، بس الكيرف بتاعه بقى عنده اخطاء تحكيميه كتير في اخر سنتين. فنتمنى خاصة ان المباراة الاولى ما بين الاهلي وبيراميدز كان لينا ضربتين جزاء، الحكم جهاد جريشة ما رجعش فيهم يعني للفار خاصة. انا بالنسبة لي، انت عارف يا احمد، انا بالنسبة لي ايه، انا بالنسبة لي طالما عندك الفار ما انا اريح نفسي، ارجع للفار واتاكد. صح. من الفار، هي مش مسألة كرامة وبتاع. لا، انا مسألة يا جماعة ان انا ممكن انا بؤثر على العدالة. خلينا نتكلم عن مباراة الاهلي وبيراميدز. انت بتؤثر على مجموعة كبيرة جدا، او 70 80 مليون اهلاوي بيشجعوا النادي الاهلي، بتؤثر على الحياة المزاجية بتاعتهم، على شكلهم،
على كل على فرحتهم وفي ملايين بتدفع على الفرقه بالظبط يعني كده ده كمان غير الملايين وغير الكلام ده كل الناس كلها عارفه ولكن فرحه الناس والناس وجمهور النادي الاهلي يعني في النادي الاهلي اكيد من اكتر الانديه اللي بتصرف فانت ما تخسرنيش بطوله الدوري بعد المصاريف والحجم ده كله على خطا تحكيمي بس معلش الموضوع معلش مباراه الدور الاول عايزين برضو ناكد يعني مباراه الدور الاول كان فيها خطأين فادحين ركله الجزاء صحيح ما اتحسبتش بتاعه محمد شريف أيوه. لما احمد سامي خبط رجله من الجنب طبعا وهي هنوضحها اهو الكوره دي في الكاميرا العاديه ما تبانش عمرها ما تبان زي اتجاه الكوره كان في اتجاه رجل احمد سامي اهي الكوره بتشغل من الكاميرا دي بالظبط لكن الكاميرا دي بينت لك ان هو عشان يوصل للكوره كان مضطر ان هو يخبط رجل محمد شريف فمين لعب الكوره محمد شريف مش مدافع بيراميدز والكوره دي اتحسبت ركله ركنيه للنادي الاهلي فهنا لازم هنا الحكم يا هنا الكاميرا مستحيل تشوف هنا مستحيل تشوف فلازم هنا الحكم يطلب من المخرج اللي ماسك المباراه او ماسك كاميرات الفار لو سمحت عيد لي كل العادات الممكن الحاجه الثانيه هدف وولتر بواليا هدف وولتر بواليا طبعا هدف صحيح 100% مفيش اي احتكاك كره واحد بين شريف اكرامي بدون اي فاول عليه وهنا بقى النقطه هنا في مشكله بقى اللي حضرتك بتقول عليها هنا بقى العداله انت هنا عملت شغلك ايه هو شغلك انك رجعت للفار اوكي وكلنا واستنوا وهو شاور الكهرباء اهدى ومش اهدى والكلام ده والشويتين دول حلوين قوي رجع هو بقى للفار بص الكره عاديه جدا من الكاميرا دي حتى عاديه جدا رجع هو للفار وخد وقته وهو ما راحش شافها يعني جهاد جريشه ما خدش نفسه وكده كلف نفسه خطوتين ويروح بالفتنس الجميل اللي احنا شفناه في المباراه دي وشفناه برده في مباراه نادي الزمالك ونادي بيراميدز لما رفض ان هو يطرد طارق حامد مرتين لا دي كره واقعه عادي جدا كره عاديه جدا كره هدف صحيح مليون في الميه فوق انا كان نفسي بقى في الكره زي دي بقى اللي احنا بنطلبها بكره من كابتن محمد عادل اذا شفت حدثين زي دول هم دول في الكوره ده ركله الجزاء لا ما هو ده 2-1 ما خلاص 2-1 غير الجول اللي انت جبته يعني ركله الجزاء لا جول احنا قرار يعني ايه حاسمه ببساطه انت قول لحكم الفار معلش انا فعلا محتاج ابص عليه عشان ابقى يعني واثق جدا 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 من قراري انا حتى في وجهه نظري شريف اكرامي نفسه لما بعد مباراه الكره دي يقول لك لا بصراحه يا جون هي جون هي جون وبالتالي كل ما نطالب به هو العداله التحكيميه يا جماعه والله ما حاجه والله ما ضغط ولا اي حاجه خالص طبعا الكابتن محمد عادل زي ما دكتور احمد وكريم بيتكلموا ان كابتن محمد عادل من افضل الحكام وحكم رائع وكل حاجه بس يا جماعه من فضلكم الدنيا اديني حقي بس صح. ما تجيش في مباراه زي دي وبدايه المباراه بعد 50 يوم بعيد عن الدوري ارجع العب بيراميدز كابتن محمد عادل كويس جدا وكل حاجه بس يا كابتن احنا كل اللي عايزينه من فضل حضرتك كل اللي عايزينه لو حاجه جت زي دي نرجع للفار لانه معاك الفار على فكره فار فيديو ممكن تروح تشوفه وترجع مره تانية تقول اذا كانت وجهه نظرك بقى ساعتها اذا كانت ركله جزاء او غيره يعني لانه الفتره دي مش هنستحمل محدش هيستحمل اي حاجه الناس تقعد تقول لك ايه بالمناسبه برضو يا جماعه ما كفايه عليكم ان انتوا وصلتوا النهائي هو في حاجه اسمها كده يا جماعه ما اعرفش يمكن انا عشان لعبت كوره فانا يمكن ما بحسش بالكلام ده انت واحده وانا واحده لكن هو في حاجه اسمها كده هو الاغرب يقول لك ان اصل الاهلي لسه له 15 ماتش وفي دوري كده الاهلي بقى لسه له 15 ماتش والزمالك ليه 7 طب ما يا جماعه ما احنا عندنا بطولات افريقيا وبنلعب في افريقيا هو احنا يعني بنلعب مثلا ولا مريحين ولا نايمين في البيت لا مثلا لا ومين اللي حط الجدول في الساحل زي ما المهندس عادل قال في الساحل يعني لا احنا عندنا اكيد جدول تتابع مباريات وعندنا بنلعب في افريقيا وبنسافر بنشرف مصر في بطوله افريقيا وبنروح في كاس العالم وفي كاس العالم للانديه وعندنا وطبيعي ان احنا لازم نريح قبل ما نلعب في المنافسات دي فطبيعي لكن هو الناس تطلع تتكلم ان لا جدول غريب ازاي انا عمري ما شفت في حياتي جدول يبقى فيه فرق 8 مباريات الزمالك لاعب زياده عن الاهلي 8 مباريات هو الاهلي يعني اللي هو اللي عامل كده مش الاهلي بيلعب في افريقيا بيلعب في كاس عالم للانديه هو الاهلي اللي عامل كده يعني المفروض كان مجلس اداره النادي الاهلي يوافق على ان هو ايه يلعب ماتش ويرجع يلعب الدوري وبعدين يرجع يلعب تاني في كاس العالم للانديه وبعدين يرجع ما هنعمل ايه ما هو كمان مين اللي بيحط الجدول واحنا بنحط الجدول لنفسنا اكيد مش في اتحاد كوره في لجنه بتدير اتحاد الكوره وبرضه ساعات بتعمل اخطاء واحنا بنصلح لها زي مثلا ماتش السوبر المصري ده اللي اتنسى في وسط الاجتماعات وسط الزحمه ولما فكرناهم طب يا جماعه ناجله دلوقتي ونبقى نشوف له ميعاد ففي الاخر النادي الاهلي بيعمل الشغل بتاعه وفكره ان انا واخد فتره راحه او واخد مساحه زياده ده طبيعي لان انا بتاهل لبطولات كتيره وفي نفس الوقت برضو بطالب اني اقدم لعبتي للمنتخبات الوطنيه والنادي الاهلي ما بيتاخرش فبالتالي عايزين نبقى
متفقين على شيء ان كل واحد ياخد حقه طالما ده حجم الشغل بتاعك. انا بشتغل أيوة. مثلا في ست بطولات او خمس بطولات غير اللي هيشتغل في اتنين او تلاته، ده طبيعي. مزبوط. زي ما هيجي في وقت من الاوقات ممكن الايه تتعكس وبالتالي احنا بنرتضي بده. لكن المهم يا كابتن اسلام، احنا عايزين ناكد على حاجتين تاني. ماتش بيراميدز في اول الدوري كان ممكن يستحمل اخطاء، دلوقتي مستحيل 0% انك تستحمل اخطاء. الحاجه الثانيه يا ريت ان احنا نلتزم بالجدول الموضوع، وطبعا يتبقى بس حاجه واحده، لو تم تقديم مباراه الفاينل ما بين الاهلي وكذا تشيفز يبقى اكيد مليون في المية ماتش المقصه مش هيتلعب. ده لو تم تقديمه، لكن هناك اخبار بتقول ان خلص المباراه يوم 17 رسميا، يعني المباراه يوم 17 وهتخش بس بابل قبلها بثلاث ايام، يعني هتبقى ليها قصه كده هتتعمل، هيتم الاعلان عنها خلال الفترة اللي جاية، لأن كان في كلام كتير ولغط كتير جدا. صحيح. في هذا الموضوع. لكن على الجانب الآخر برضو، ما هو خلي بالك بالمناسبة، أنا لو مكان اتحاد كرة القدم هعمل إيه؟ بدون طلب النادي الأهلي ولا أي حاجة خالص. أنا ممكن أروح أقول للأهلي لو عايز تأجل ماتش يوم 11، وجهة نظري يعني، حتى لو المباراة يوم المباراة الدوري نهائي دوري الأبطال يوم 17، أنا أجي كاتحاد كرة للنادي الأهلي وأقول له مبادرة. صح. لو كمبادرة لو عايز تأجل مباراة يوم 11 أجلها. صح. والنادي الاهلي او الجهاز الفني، لان النادي الاهلي الجهاز الفني هو اللي بياخد القرار. طب لو شايف ان المباراه دي هتبقى بالنسبه له كويسه، هو انا بالمناسبه بقول كده لانه النادي الاهلي ما بيمثلش بلد تانية، النادي الاهلي بيمثل مصر. مهمه وطنيه. انت بتلعب انت في مهمه وطنيه. فما فيش مانع ان انت تقف مع كاتحاد محلي، تقف مع النادي بتاعك. صحيح. اللي بيمثلك. دي وجهه نظري. صحيح. ما اعرفش يعني. صحيح. ممكن حد ياخدها، ممكن ما حدش ياخد بيها، ولكن في النهايه المباراه دي هتتلعب بعد كده. ما هو بدل ما الدوري يخلص يوم 26 خليه يخلص يوم 28 واحد تسعة حتى واحد، يعني هتفرق 3 4 ايام. ليه هيحط لك بقى 5 ايام؟ ده الماتش ده احنا هنلعب ماتش كل 48 ساعه. ده غير بقى موضوع الاجاده، ان انت بتلعب كل 3 ايام مباراه. وبالتالي انا بشوف ان مبادره زي دي تيجي من الاتحاد، يعلن فيها الاتحاد عن وقوفه مع ناديه او مع ممثل مصر الوحيد هو اللي باقي. بيراميدز خرج من الرجاء في الكونفدراليه، وبالتالي نادي الاهلي هو الوحيد اللي باقي لهذه الفرقه المصريه، للكره المصريه. طيب طيب هنتكلم في ايه؟ بيراميدز. انت واحده وانا واحده او انت واحده واحمد واحده، وانت بطوله او يعني انت جمله وهو جمله، عشان في ناس الاول بعت اسئله على الهاشتاج. الهاشتاج صح. نفتح الهاشتاج يا ابو حميد. ماشي. عشان خاطرك وعشان خاطر الناس طبعا. طبعا هاشتاج كريم وثابت مع الشاطر. ممكن حضراتكم تبعتوا لنا اي اسئله حضراتكم عايزينها لكريم ثابت، لكريم ثابت برضه، كريم سعيد واحمد ثابت. حد بيقول لك محمد سعيد بيقول لك حبيبي يا كابتن اسلام اشكرك وتحيه لكريم وثابت اللي دايما متعنا على قناه الاهلي. عايز اعرف بس تقييم عمرو جابر في لقائه مع الزمالك زي مع الاهلي وشكرا. لا انا مش فاهم. اعتقد يقصد عمر جابر. عمر جابر. عمر جابر. بيتكلم يعني ان هو في ماتشات الزمالك مثلا بيلعب. لا خلينا ما نتطرقش لمثل هذه الامور. يعني لانه في النهايه وعمر لعيب كبير. ما اعتقدش ما يعملش الحركات دي. محمود بيقول اي مميزات ايمن اشرف في الدفاع وواحد من افضل اللاعبين، بس ايه هي مميزاته يعني؟ اتفضل يا كريم. ايمن اشرف. ايمن اشرف بنتكلم على لاعب ربما يكون الناس اتعودت ان هو باك شمال، طوله تقريبا 175 سنتي، ولكنه بالاجتهاد وبالتدريب قدر يثبت نفسه في مركز المساك اللي اعتقد بيحتاج لاعب اطول من كده. يعني ربما المساكين بيبدا الكشافين او المدربين يختاروهم من طول 180 سنتي او 184 سنتي وفيما فوق. فايمن اشرف كمان قدر ان هو يقدم شيء مميز جدا لاي مدير فني بيحب يبدا اللعب او البيلدنج اب بتاعه من عند من تحت من الدفاع، لان ايمن اشرف كظهير ايسر مهاره التمرير عنده عاليه جدا. كمان شفنا ان ايمن اشرف في التدخلات الثنائيه يا كابتن اسلام اتطور بشكل كبير جدا جدا حتى جدا في الجامب. حد في الجامب طبعا يعني طبعا. انا بقول ده انا الحقيقه بشوفه ان هو واحد طبعًا من اكتر الناس اللي بتعمل جامب في طبعًا في مصر كلها. بنتكلم على تطور فظيع، رغم ان ايمن اشرف طبعا كل الناس عارفين ايام سموحه كان ظهير ايسر فقط. طيب احلى مسا عليك يا كابتن اسلام. حبيت بس ايه احساس كابتن ثابت وكريم بالتسعه وتوقعاتهم للعشره؟ اكيد احساس كان جامد جدا. احساس عملت ايه؟ كنت بتفرج فين؟ كنت بتفرج في مكان في مدينه في تيفولي، مكان في مدينه نصر يعني. ده اعلان يعني. طيب اتفضل. فلا طلعت فوق كده في نطيت. خاصه كمان ان الماتش كان سيناريو حلو يعني، فاكيد كان احساس جامد جدا يعني، احسن احساس في السنه اللي فاتت صراحه. كريم احساسك ايه بالعشره زي ما بيسال محمد الروبي؟ وطبعا كابتن اسلام اي حد في مصر كان احساسه بالتسعه
مش زي احساسك انت وانت بتتصور على الهواء. لا انا ما يعني بصراحه الفيديو بتاعك كان انا كنتش عارف ان انا فيعني جت كده. والله شوف طبعا انا كنت في يعني في الشغل بتاعي، والهدف بصراحه لما جه احنا عامه يعني بنتفرج مجموعه مع بعض كلنا يعني اهلاويه وزمالكاويه كلنا مع بعض يعني، فمش عايز اقول لك فعلا الفرحه بتاعتنا في المكتب كانت كبيره جدا بالنسبه للاهلاويه. طبعا الهدف كان مفاجئ، والشوطه كمان عارف يعني ما تركز فعلا فيها نسبه فيها انت عندك احساس ان الشوط طالع من اولها ربما تكون هدف، بس الناس كلها استنت حاجه واحده ان الكره تترد من الشبكه، لان الكره كانت سريعه قوي كنت سريعه فعلا. ايوه بالظبط، بتحب الشبكه. فربما يكون الاحساس بالهدف ما ظهرش غير لما قفشه بدا ياخد الايه التراك ان هو رايح يحتفل كسب يعني بالظبط كده. احساسكم ايه بالعشره؟ طيب ربنا هنتكلم عنها لانه لسه بدري. رشدي بيقول دايما ماتشات مع بيراميدز بتكون مشحونه وقويه لاثبات الذات مع فريق منهم من ناحيته، نصيحه للاعبين الاهلي استمروا على نهج الابطال وعايزين الثلاث نقاط لانها هتكون بدايه الفوز بالدوري. تامر عيد بيقول اولا انا بستمتع بتحليلاتكم جدا، بتمنى لكم المزيد من التوفيق والنجاح في القناه. مين افضل من يعوض غياب ايمن، ربيعه ولا ياسر، ومين الجناحين الافضل في بدايه المباراه؟ الافضل بشوف ربيعه في الكرات العاليه، كمان لعب مباراه صن داونز ولسه واخد في الفتره الاخيره. ربيعه كورته من تحت حلوه قوي في الالتحامات الهوائيه، برده ياسر مساك كويس جدا وواحد من احسن المساكين وقت ما بنحتاجه بنلاقيه، فالاثنين احسن من بعض يعني. الحمد لله احنا عندنا بقى عندنا وفره في حته المساكين يعني. السؤال الثاني ايه بقى؟ السؤال الثاني هو بيقول ومين الجناحين الافضل في بدايه المباراه؟ جونيور اجاي لما اخذ في المباراه الاخيره بصراحه لما نزل بيعمل جبهه حلوه قوي مع علي معلول يعني. بيعمل جبهه حلوه، تحس ان الجبهه اليسرى دي لما بيلعب فيها علي معلول وجونيور اجاي بتبقى حاجه يعني روعه. والناحيه الثانيه طبعا طاهر بيمر بفتره الكيرف بتاعه بيعلى. طاهر بدا في الاول اول ما جه بدا يحفظ لعب النادي الاهلي يعني. في الاول كان لسه حته التمريرات الكتير، اسلوب لعب الاهلي مختلف عن المقاولين. الاهلي لازم تمرر كتير ولازم تحفظ اللعب، المقاولين انت بتجيلك واحده بتشوط او بتلعب لعب فردي اكتر. فطاهر بدا يحفظ لعب النادي الاهلي وبدا ياخد يعني. مباراه نهضه بركان صنع هدف، مباراه صن داونز سجل هدف، المباراه الاخيره برده قدم مباراه كويسه جدا. فطاهر الكيرف بتاعه عالي، فاعتقد الاثنين بيمروا بفتره. برده عندنا الشحات، عندنا كهربا بيمروا بفتره كويسه يعني، وبدا الراجل موسيماني يدخلهم يعني. ماشي. تالين حمدين بتقول كريم وثابت الاروع في التحليل، وحب اسمع منهم التركيز على نقطه ان بيتسو موسيماني بيقسم الماتشات ومفيش ضغط عالي طوال ال 90 دقيقه، لان مش مقتنعه ان الملعب بيتاخد منه في بعض الاوقات بس بسبب تفوق الخصم. يعني هي بتقول ان هي مش مقتنعه ان سبب تفوق الخصم هو اللي بيخلي بيتسو موسيماني يرجع لورا شويه. لا طبعا، هو طبعا فكره تقسيم المباريات دي شيء مهم جدا في الفتره الحاليه، لان كمان الفريق هو بيحسب الاجنده بتاعتي خلال الشهرين الجايين هلعب فيهم كام مباراه. فمثلا لو انا بلاعب مثلا دلوقتي الترجي، والحمد لله طبعا مباراه العوده حصل فيها الطرد عشان يبقى الريتم بتاعها هدي تماما في الشوط الثاني، لكن الشوط الاول مثلا لما بنتكلم ما اقدرش اعمل 90 دقيقه هاي بريشر وابدا اضغط طول الملعب 90 دقيقه، لان هنا لعيبتي هيتم استنزافها، وكمان في ضغط جمهور وفي ساعه اتأخرت في بداية المباراة، وبالتالي أثرت على النظام الغذائي بتاع اللعيبة في اليوم، وبالتالي وهرجع ألعب مباراة هنا في مصر. فهو طبعا بيحسب الحسبة، حسبة توتال مش حسبة ماتش على حدة. وبالتالي أنا بشوف لا، هو بيتسو موسيماني من أفضل المدربين الفنيين اللي بيقسموا المباريات وبيحط. شفنا مثلا في ماتش تونس البداية بدون قفشة كان ليها ستايل، مع نزول قفشه في ستايل تاني اتعمل، وبالتالي تقسيط المباريات دي كمان بتخلي المنافس بيحصل له خلخله كتير. وشفنا ربما ان لو كان قفشه بدا المباراه كان يبقى في مان تو مان عليه، لكن لما قفشه نزل كان صعب جدا على فرقه الترجي تعمل عليه رقابه مان تو مان. ليه؟ لان خلاص لعيبه الترجي بعد الدقيقه 60 كان الكيرف بتاعهم البدني نزل. محمود بيقول ايه حكايه ايقاف ايمن اشرف؟ ثلاث انذارات يعني، ثلاث انذارات وبالتالي تم ايقافه في هذه المباراه، وان شاء الله يعود الى المباراه القادمه. ابراهيم بيقول مساء الخير يا اسلام. مساء الفل يا ابراهيم. علي بيقول بمسي عليك كابتن اسلام انت وكريم وثابت، وعاوز اسال هو ليه قفشه مش واخد حقه اعلاميا؟ قفشه يعني افضل لاعب داخل الكره الافريقيه. علي الديب قفشه افضل لاعب داخل الكره الافريقيه، لا اعتقد ان هو واخد حقه. واخد حقه اعلاميا بشكل كويس جدا، ده كفايه هدف القضيه يعني. القضيه بالظبط. محمد كلايبي كريم ليه كهربا ما بيلعبش؟ لا يعني طبعا بيبقى فيه وجهات نظر جهاز فني، والمفروض ان القائمه كلها
تساهم في تحقيق النادي الاهلي انتصارات، مين اللي ساعد بقى؟ ده بيبقى حسب الجهاز الفني. كلنا طبعا كلنا كمحللين ونقاد واعلاميين كل واحد بيبقى له وجهه نظره، لكن في الاخر الامانه اللي بيتحاسب فعلا هو بيتسو موسيماني، فبالتالي طالما هو اللي هيتحاسب فلازم هو يبقى عنده الحريه في اختيار المجموعه اللي تفيد الفرقه. واهم شيء طبعا ان احنا شايفين في الفتره الاخيره الحمد لله جميع اللعيبه بتاخدوا الفرص بتاعتهم وفي هدوء تام في الفرقه، فنسيب الجهاز الفني يشتغل بالطريقه اللي هو شايف ان هي مناسبه للفرقه. زينب السيد دي واحده من التوب فان الحقيقه دايما موجوده معانا. زينب السيد الحقيقه ودايما في ظهر النادي الاهلي. مساء الخير عليكم، منورين البيت الكبير. اعتقد تكيس مش هيلعب بطريقته التقليديه البيلد اب. والله هو السؤال، هو السؤال ده ياخدنا، هو سؤال حلو جدا بصراحه. وياخدنا انا بقول لك زينب يعني من الناس اللي موجوده معانا على طول. السؤال حلو في ايه؟ ان هو اصلا فكره ان تعويض اروى بارينا بتكيس ده في وجهه نظري الشخصيه يعني كانك بالظبط كانت اسلام بتجيب ايه، جيت من اليمين قوي للشمال قوي. ضيف على كده كمان ان كان منافس تكيس في الحصول على هذا المنصب هو الكابتن عماد النحاس اللي عقليته في حته وتكيس عقليته مختلفه تماما. بنتكلم اسلوب لعب، الكابتن عماد النحاس بيلعب اسلوب معين، اروى بارينا نفسه يعني لما نيجي نتكلم على بيراميدز ونشوف اروى بارينا لاعب الرجاء المغربي 4 مرات في الكونفدراليه. للامانه في وجهه نظري هو نجح في السيمي فاينل عن دور المجموعات لان هو فعلا درس ماتشين دور المجموعات بشكل جيد، وكان قراره بعدم الاعتماد على راس حربه صريح في الماتشين قرار رائع في وجهه نظري، ان هو يلعب بابراهيم عادل هو راس الحربه وانه يزود لاعب ثالث في خط الوسط في وجهه نظري قفل وخنق نادي الرجاء بشكل كامل. لكن النهارده تكيس انا معاها ان تكيس مش هيبقى عنده فرصه والمساحه انه يلعب بالطريقه المعتاده بتاعته، انه كمان مش هيلحق يعمل حاجه خلال 4 5 ايام. صعب جدا 3 ايام ان هو يقدر يفهم لعيبته الاسلوب بتاعه اللي بيحتاج وقت. بس هنا برضو في سؤال تاني، معدل الاعمار يا كابتن اسلام في نادي بيراميدز عالي عن دجله. دجله معدل اعمارهم بنتكلم من 23 ل 25. معدل اعمار نادي بيراميدز بنتكلم من 27 ل 29 او حتى 30. كميه اللعيبه الخبره في الفرقه كبيره. السؤال هنا تكيس هياخد وقت قد ايه وكمان قدره وشخصيه عشان يقنع لعيبته ان هم يلعبوا بالطريقه دي؟ دي طبعا امور اكيد هيبقى هو محتاج فيها شغل اكبر بكتير من الشغل والكمان والحريه اللي كانت عنده في وادي دجله. في وادي دجله اللعيبه والسكواد تقبل الكلام من اوله، في بيراميدز هنشوف بكره ايه اللي هيحصل. ناصر راضي بيقول منورين البيت الكبير ومستمتعين بيكم جدا، شكرا. نورة الحكيم بتقول هي ايه نقاط القوه عند بيراميدز؟ لو في دي هنشوفها كمان شويه بعد قليل يعني. كريم واحمد هقول لكم. احمد قاسم بيقول احلى مسا على قناه الاهلي واحلى الهواء فيكو من ابو ظبي. احب اسال كريم وثابت عن تشكيل الاهلي بكره الافضل بدء حمدي فتحي زي تشكيل الترجي ولا يبدا ازاي؟ يعني يبدا بثلاثه ولا يبدا في الافضل 4-2-3-1 يعني الطريقه ان احنا بقى نرجع. ما حدش عارف بكره اللي هيحصل يعني. هو الافضل وجهه نظر خليها وجهه نظر بيتسو موسيماني يعني. يعني في النهايه تبقى وجهه نظر بيتسو موسيماني. مسراوي بيقول مساء الخير عليك كابتن اسلام وسلامي الكريم وثابت. وليه الاعلام بيدعم فكره ان اكرم يبقى باك شمال بالرغم من اكرم او باك يمين بقى؟ اكرم ديفندر جامد جدا ولو خد فرصته هيكون اقوى ديفندر في مصر وافريقيا. يعني ما نقدرش نقول الاعلام هيدعم حد، كل واحد له وجهه نظر يعني. دي وجهه نظر. الظروف، الظروف اجبرتنا ان محمد هاني مصاب. فانت دلوقتي بتدور على باك رايت. لما جينا في مباراه الترجي كان قدامك خيارات، احمد بيكهام اتصاب في اخر تمرين. كان عندك رامي ربيعه وكان عندك اكرم. فهو الراجل فكر جرب رامي ربيعه في المباراه الوديه اللي قبل مباراه الترجي باك رايت. يعني الراجل كان بيحسبها، كان بيجرب رامي ربيعه، احمد رمضان بيكهام اتصاب، فقال لك يعني نبدا باكرم، ليه اكرم؟ اعتقد ان كان خياره عشان خاطر يقفل على حمد الهوني، خطوره حمد الهوني، اكرم بدنيا قوي جدا جدا، بيلعب بروح، صعب ان انت تعدي منه في واحد على واحد، لو رقصته هيرجع لك تاني، كمان اكرم مش بس بيدافع، لا ده بيزيد وبيعمل اسيستات، عامل 4 اسيستات في الدوري وشفناه بيعمل عرضيات، فعامل جبهه كويسه جدا، واعتقد ان اكرم اثبت نفسه، وهنا بنتكلم ان اللاعب في النادي الاهلي لما تجيله الفرصه لازم يتمسك بيها. بالظبط. اكرم كان قاعد، انت قاعد احتياطي، كان قاعد دكه، اول ما جات له الفرصه استغلها، بقى صح. دلوقتي في منافسه ما بينه وما بين محمد هاني في الجبهه اليمنى، ودي حاجه حلوه، مكسب لينا في النادي. عصام قال حته جامده قوي. عصام محمد البرودي، يعني يا رب اكون بقولها صح يعني. ارجع بقى يا كابتن اسلام لايمن اشرف في ميزه تانية جميله جدا، هي ان هو الوحيد اللي الشناوي دايما يقول له اضغط يا ايمن اضغط.
حلو يا عصام. رنا بتسال مساء الخير عليكم، كنت عايز اسال سبب التطور الكبير في اداء قفشه مع الاهلي، وهل هو سد مكان عبد الله؟ قفشه لعيب كبير، قفشه بالعكس، قفشه كمان ادى، انا شايفه ان هو احسن من عبد الله في الفتره اللي عملها. انا شايف ان قفشه في وش الخير على الاهلي، اول ما جه الحمد لله يعني بننافس للسنه الثانيه على دوري ابطال افريقيا في النهائي، اخذنا الدوري السنه اللي فاتت، خدنا كل البطولات يعني، وماشيين بشكل كويس، لعيب مميز قوي، تمريرته سهل. قفشه ممكن حتى يعني في مباراه الترجي الاخيره ما كانش في نص حالته، بس هو عمل 2 اسيست بجونين، اخذ رجل المباراه بسبب ان هو عنده القدره بنص لمسه بتمريره يوصلك للجون، وده قيمه اللاعب الكبير. تحياتي لاجمل بيت البيت الكبير ده بسيوني سعد، هل من الافضل الاهلي يبدا ضغط عالي من بدايه؟ واحنا كده هنقعد نتكلم كتير قوي وقبل ما نشوف، لكن خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل هنرجع نشوف كريم سعيد واحمد ثابت، وهنتظر كل اسئله حضراتكم. احنا لسه عندنا وقت شويه مع كريم واحمد ناخد كل اسئله حضراتكم، ولكن نشوف بقى الشرح او تحليل بقى دقيق جدا، تشريح اسمها نادي بيراميدز، وكيف سيلعب بيراميدز غدا من وجهة نظر كريم واحمد ثابت. نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نشوف. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كريم واحمد سابوني ومشيوا، يعني راحوا وقفوا هناك، ما راحوش في حته، راحوا وقفوا هناك. هيتكلموا اكتر طبعا عن هذه المباراه الهامه من ناحيه نادي بيراميدز، كيف يلعب نادي بيراميدز او كيف سيلعب نادي بيراميدز مع تركيز جونياس غدا ان شاء الله امام النادي الاهلي. اتفضل يا دكتور. اول حاجه طبعا معانا يعني هنفكر كده، تركيز جونياس في اليومين دول اكيد هو جاي عايز يطبق فكره في اليومين دول، هيقعد معاه مع المحلل الاداء بتاعه، هيشوف هيقول طب ايه الاخطاء اللي بيراميدز وقع فيها، ازاي نقدر نعالجها، طب نحاول نطبق، بس برضه في نفس الوقت اكيد مش هيحاول يلعب في التشكيل قوي عشان التغييرات الكتير هتاثر على الفرقه. أيوه. فاول حاجه هو هنتكلم على اسلوب بناء الهجمه عند تركيز جونياس، البيلد اب فروم ذا باك، ازاي بيبني الهجمه من الخلف. ايوه تمام. طبعا احنا عندنا تلت الملعب اللي هو الدفاعي، اللي هو ال 30 يارده اللي هي الدفاعيين، ال 40 يارده اللي ورا، بعد كده 20 يارده من هنا و20 يارده من هنا، ده الميدل ثيرد اللي هو الوسط، بعد كده الاوفنسيف ثيرد اللي هو التلت الهجومي. تمام. اول حاجه احنا قدامنا الصوره على الشاشه بقى بتوضح ازاي بناء الهجمه من الخلف لفريق لفكر تركيز جونياس. هو اكيد هيشرح لهم في المحاضره الكلام ده، هيقول لهم كده. اول حاجه في حراسه المرمى رقم واحد، طب رقم واحد ده واقف ازاي؟ واقف في سنترال بوزيشن. يعني ايه؟ يعني واقف في نص المرمى. ليه واقف في نص المرمى؟ لانه ما ينفعش يروح في ضربه المرمى، ما ينفعش يروح يمين او شمال، لان اللعيبه وهي لما بتبقى ضغط عليه هتعرف ان هو هيبني الهجمه منين. فلازم الحارس في عمليه بناء الهجمه من الخلف عند فريق بيراميدز هيبقى واقف في نص المرمى. الاثنين المساكين اللي هم رقم اربعه ورقم خمسه بيبقوا واقفين في الكورنر بتاع البوكس، يعني في اخر طرف البوكس. ليه؟ عشان دايما تعمل الطريقه، تعمل وايتس وتعمل عمق وتعمل امتداد للملعب بالعرض. الظاهرين بيبقوا واقفين اثنين وثلاثه هم قدامنا على الصوره، هي الطريقه 4 3 3 او 4 1 4 1 طريقه تركيز جونياس المفضله. ليه؟ عشان دايما رقم 6 ده اهم واحد، هو اللي بينزل يسقط ما بين الاثنين المساكين، اللي هو كان محمد عبد العاطي في وادي دجله. أيوه. كان بينزل يسقط ما بين الاثنين المساكين عشان يعملوا عمليه الايه، بناء الهجمه من الخلف. أيوه. ورقم 8 ورقم 10 والاثنين الجناحين برضو اللي هو 7 و11 شايفين هم في اخر الخط ازاي عشان يوسعوا الملعب بالعرض، والقدام اللي هو رقم 9. طب لو عملنا تشكيل تخيلي على الفكره دي لفريق بيراميدز بكره مثلا في حراسه المرمى، يا شريف اكرامي يا الشناوي. ممكن شريف اكرامي بحيث ان هو بيلعب بالارض احسن، لكن الشناوي كامكانيات وكسرعه رد فعل اعلى من شريف، اعلى من شريف اكرامي، ولكن شريف اكرامي كورته على الارض احلى، فممكن الراجل يفضله. الاثنين المساكين احمد سامي واحمد ايمن منصور. ليه؟ عشان هو عايز اثنين كورتهم حلوين من تحت، فغالبا هيبدا بكده. الباك رايت مش هيغير اكيد، هو مش هيعمل تغييرات كتير عشان ما يحصلش لخبطه. احمد فتحي، الباك ليفت محمد حمدي، هنا هيبقى دونجا هو الاعلى في دقه التمريرات، وهو اللي بينزل يسقط لتحت عشان يعمل عمليه بناء الهجمه ما بين الاثنين المساكين. عندك رقم 8 ورقم 10، رقم 10 ده اللي هو عبد الله السعيد، ورقم 8 غالبا يا عمر جابر يا ايريك تراوري على حسب هو هيلعب بايه يعني، لكن هي في 4 3 3 الاطراف رمضان صبحي، ابراهيم عادل، او ممكن يدخل ايريك تراوري كمهاجم، او يبدا بمحمود وادي. وبرده في مفاجاه في القايمه، دخول احمد الشيخ. معنى ان هو دخل احمد الشيخ ان هو ممكن يبدا، لو بدا هيبقى مكان اللي هو رقم 7 في الصوره.
فالطريقه دي بتوضح عمليه البيلد اب من الخلف. لو كملنا الصوره اللي بعدها برضو هنشوف دي لما الكوره الحارس بيبني الهجمه اهو من هنا، هنلاقي رقم 6 ساقط اللي هو مين؟ اللي هو دونجا. رقم 6 ده لما بينزل يسقط لتحت بينزل اهو الكوره بتبقى معاه. طيب لما الكوره راحت للمساك اليمين، احنا دلوقتي لو عاملين ضغط عالي الفرقه دي، لو النادي الاهلي عامل بكره ضغط عالي على مثلا محمد، نفترض اي مهاجم محمد شريف ضاغط على المساك بتاع بيراميدز، أيوه. فالمساك ده بيبقى قدامه كذا حل، يا اما هيباظي للجون، يا اما هيباظي لهنا، يا اما هيدي تمريره ريسكي في ظهر الباك اليمين بتاعنا، يا اما يدي للجون والجون يباظي كده. فبالتالي انت عمليه الضغط العالي على هو ليه بيلعب بالطريقه دي، او ليه ده فكره؟ هو عايز يستحوذ. ليه عايز يستحوذ؟ عشان يقلل كل ما بتستحوذ على الكوره، ده فكره، حتى هو قالها في تصريحات اعلاميه قبل كده، كل ما بيستحوذ على الكوره كل ما بقلل الهجوم اللي عليا. أيوة. ولكن الطريقه دي فيها مشكله طبعا، اولا ان انت مثلا الكوره هنا لما بتباظي هو عايز يسحبك، انت لو عملت ضغط عالي النادي الاهلي هيبقى بيلعب بدفاع عالي النادي الاهلي، وبالتالي هيبقى في ظهرنا مساحات، هو عايز يخليك تضغط عليه عشان يبقى في ظهرك مساحات. ففي فرق كتير لما قابلته وقفت في منطقتها ولعبت دفاع منطقه او دفاع يعني ضغط في وسط الملعب بس ما عملتش ضغط عالي، يبقى الطريقه دي هتتضرب بسهوله لو عملنا كده يعني. لكن لو عملت ضغط عالي مهم جدا ان انت الكوره ما تعديش وسط الملعب. ليه؟ لانه لو ضربك هيضربك بظهرك زي ما احنا شايفين كده. فالطريقه هنا عمليه البيلد اب من الخلف، ده اسلوب تكيس، ده هيحاول بكره اكيد يطبقه، اكيد هيشرح لهم في المحاضره معاه لعيبه خبرات، اكيد هيقول لهم المحاضره وهيحاول على قد ما يقدر. طريقه زي دي محتاجه وقت عشان تتحفظ، محتاجه وقت كبير جدا ان انت ازاي بتبني الهجمه من الخلف. ولكن في نقطه مهمه جدا جدا في عمليه بناء الهجمه وهو دونجا. دونجا اهم واحد، هو عمليه الربط اسهل حاجه في الطريقه دي، ان اللعيب ده لو اتضغط عليه بتفقد 70% من خطوره الفرقه دي. اللي هو كان مين؟ كان محمد عبد العاطي في وادي دجله اللي هو بينزل يستلم، فكان مشكله وادي دجله في محمد عبد العاطي ان هو بدنيا مش قوي، حته الالتحامات الهوائيه فيه مش قوي، الكرات العاليه مش قوي، ولكن هو كورته حلوه، فهو مختاره عشان كورته حلوه، ففي نفس الوقت هو بياخد ميزه بناء الهجمه، ولكن عنده مشكله في العمق الدفاعي بسبب ان كان محمد عبد العاطي في الحته دي لما تضغط عليه سهل ان انت تسبب مشاكل لتكيس مع وادي دجله. فبكره لو بدا بدونجا في الحته دي، دونجا اقوى طبعا بدنيا، ولكن مهم جدا 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 عمليه الضغط على دونجا بكره في وسط اهم حاجه لازم تفصل دونجا عن الفرقه، هتسبب مشاكل كبير جدا. او اللي بيلعب في المكان ده اللي هيلعب في المكان بس غالبا نسبه كبيره هيبقى دونجا، لان دونجا اعلى دقه تمريرات في فريق بيراميدز بالارقام هو دونجا السنه دي. تمام. كريم هتكلمنا عن ايه انت دلوقتي؟ طبعا عايزين نتكلم يا كابتن اسلام على الشكل الاخير لنادي بيراميدز، لان في كل الاحوال تكيس ما عندوش الوقت الكبير ان هو يقدر يطبق فكره خلال 72 ساعه، ده امر صعب جدا. مع الكلام احنا بنتكلم ان هو السكواد الموجود او القائمه الحاليه لنادي بيراميدز مش هو اللي اختارها، وبالتالي هو جه على المجموعه الحاليه وهيبدا النهارده يحاول يطلع منهم افضل ما يمكن في مباراه بكره، ولازم طبيعي ان هو يلعب باخر شكل الفريق بيلعب بيه. فعشان كده عايزين مثلا نبص على مجموعه بنروح للفيديوهات، مجموعه الصور اللي معانا من مباراه ال بيراميدز والرجاء، ونشوف فعلا الرجاء يوريك بيراميدز ليه. دي كان النهارده بيلعبوا اربع مباريات، النهارده الصوره اللي معانا دي من مباراه الذهاب اللي كانت هنا في مصر، ونشوف نادي بيراميدز. انا في وجهه نظري ارو بارينا اختار اختيار جيد انه حط ابراهيم عادل هو الاسترايكر في وقفه الدفاع، ده اللي احنا هنشوفه بكره، 4 4 2 فلات في الدفاع مش في الهجوم، في الدفاع بيحط رمضان صبحي جنب ابراهيم عادل عشان الاثنين الاسرع في الهجوم. تفتكر يا كابتن اسلام ايام ما كان الكابتن حسام البدري مدير فني النادي الاهلي وكان بيلعب بمروان محسن مهاجم صريح وكان عبد الله السعيد هو البلاي ميكر، كان دايما في الدفاع يوقف عبد الله جنب مروان، بس ساعتها عبد الله كان عنده القدره البدنيه انه يضغط كتير، دلوقتي ما يقدرش، عشان كده ارو بارينا كان بيختار مين؟ كان بيختار رمضان وبيختار ابراهيم عادل عشان يعملوا الضغط ده. لو رحنا للصوره اللي وراها ونشوف شكل نادي بيراميدز بالظبط، هنلاقي ان في ستاره في نص الملعب وابراهيم عادل هو بيحاول يرجع، ورمضان صبحي بيتمشى شويه مش مشكله، بس برضو الراجل واقف بيحاول يعمل اي نوع من انواع. بكره مش هيتمشى، بكره هيخش لجوه. بكره لا، بص رمضان صبحي لازم الناس تبقى فاهمه التغير اللي حصل لرمضان صبحي من ايام مارتينيول لما بعد عودته من انجلترا، عشان دي نقطه مهمه جدا. الناس بتقول هو ليه رمضان صبحي ما بقاش كويس؟ ده بسبب ان هو لما ساب الاهلي جمهور الاهلي عمل عليه ضغط نفسي وضغط معنوي، فيعيني الولد بقى كل يوم متضايق فما بيلعبش كوره. لا، هو كل يوم لا طبعا، واضح جدا ان رمضان صبحي
بعد عودته من انجلترا مش هو رمضان صبحي ايام فتره مارتينيولي. ليه؟ رمضان صبحي خد قرار هو حر فيه انه يحترف في انجلترا. اوكي، لو انت هتروح تحترف في انجلترا لازم تعرف انك عمرك ما هتلعب اساسي غير الاول ما يقيموك بدنيا. انت قواك البدنيه عامله ايه؟ تقدر تدافع ولا ما تقدرش؟ فلما بدا رمضان صبحي يلعب باسلوبه او بجسمه اللي كان ايام مارتينيولي قال له لا ما ينفعش، خش الجيم وروح اتمرن وبعد كده نشوف. فبدأت الكتلة العضلية في رمضان صبحي تزيد. حتى احنا بنبص دلوقتي الجسم رمضان صبحي هتلاقيه الى حد ما شبه كده البادي بيلدرز، يعني كتفه بقى عريض، صدره بقى عريض، اوكي ده فاين جدا، لكن ما ينفعش لعيب سكيلر. يعني ايه؟ ما ينفعش لعيب حريف. في فيديو معانا لو ممكن نشغله، لقطة لرمضان صبحي من مباراة الذهاب قدام النادي الاهلي، كان منفرد من الجبهة اليسرى. ونقيم كلام اللي انا قلته ده. رمضان صبحي ايام مارتينيول كان ياخد المدافع على الخط ويبدا يلف ويعمل الترقيصه. رمضان صبحي حاليا ما بيعملش غير ترقيصه واحده بس، انه يجري بشكل مستقيم ويرجع بشكل مستقيم، ما يقدرش يعمل الترنات بتاعت زمان، ما يقدرش يلف ويرقص. مظبوط. لكن قبل بس ما تكمل وقف ارجع بس يا سمير لو سمحت شويه الحته اللي فاتت. على فكره هو ده الكلام اللي كان بيقوله احمد ثابت، ان واحنا بنتكلم يا كريم، نعم، ان هو نادي بيراميدز عايزك تضغط كده عشان يعمل لك المساحات الطوليه الواضحه اللي باينه اهي في ظهرنا. هو عايز طبعا يخليك تقعد تضغط، بس هنا وضعا في الاعتبار ان اللقطه دي كنا بنتكلم على كان في هجمه للنادي الاهلي والكوره اتقطعت، ما كانش فيها بيندنج اب، فبالتالي بس هنا يعني الموقف شبيه اقرب يعني ان رمضان واقف ورا خط الوسط وبيك. بس انا عايز اركز النقطه دي والناس تحطها في بالها. رمضان صبحي زمان كان بيقدر يرقص بعضلات ركبه كتير، بيقدر يعني يعدي الكره من تحت اللاعب ما بين رجله، يلف يعمل السبعه، كل الكلام ده يقدر يعمله. دلوقتي ما بيقدرش يعمله كتير لان الكتله العضليه مش مساعداه، هو بقى قوي جدا بدنيا يعني لحد ما الكتله العضليه بقت بتمنعه ان هو يقدر يعمل السكيلز اللي كان بيعملها زي ما هو. عشان كده رمضان بيعمل ايه؟ بيرمي الكوره وبيعتمد على السرعه. وعشان كده نقطه مهمه جدا، لو في بقى صوره معانا انا برضو جايبها اللي هنلاقي فيها رمضان صبحي وعليه ضغط من اتنين لعيبه. افضل حاجه كان بيعملها بيتسو موسيماني في المباراه دي لما كان رمضان صبحي بياخد الكوره، كان بيعمل له بوكسنج اوت. يعني ايه بوكسنج اوت؟ بحاول اوديه عند الخط عشان امنعه من الخطوره واضغط عليه باتنين. حتى هنلاقي في الصوره حمدي فتحي واعتقد احمد رمضان بيكهام كانوا عاملين ضغط. لا في صوره ثانيه، كان في صوره فيها رمضان صبحي على اليسار وحمدي فتحي واحمد رمضان بيكهام بيضغطوا عاملين دبل بريس عليه عشان يمنعوه من التمرير. هي دي افضل وسيله للضغط ومنع اجنحه نادي بيراميدز من التصرف في الكوره بحريه، انك تضغط على طول باتنين لعيبه على الجناح، سواء برضه احمد قال احمد الشيخ لان تكيس بيحب الاجنحه اللي بترقص. ايوه هي دي بالظبط اللعبه دي. بدا دفاع النادي الاهلي يدفع رمضان صبحي لغايه لما وصل عند الخط، وبالتالي هنا رمضان صبحي في اللعبه دي عمل ايه؟ اضطر ان هو يرجع الكوره لورا ويرجع يدور الكوره من اول وجديد. تمام. برضو لكلامك في حته الانفراد اللي هو رمضان ضيعه ده، برضو دي مشكله قرار لاعب. يعني القرار في التلت الاخير من الملعب ايه؟ هو رمضان عنده المشكله دي من زمان اللي هي حته الانفرادات. دايما هو ما بيشوطش، دايما بيحاول يرقص كتير، تفكيره اكتر في الترقيص. فلو شفنا الانفراد هو مشكلته في التلت الاخير من الملعب. نتمنى طبعا ان هو يعني بس فاكر رمضان في ماتش السوبر يا احمد الاهلي والزمالك في الامارات، الجون التالت بتاع مؤمن زكريا لما الكره بتجيله على الطرف كان بيعمل ايه؟ كان لسه الكتله العضليه ما زادتش في جسمه، جسمه كان مرن. لكن هو بصراحه قراره هو طبعا هو حر، بس هي برضو خلي بالك ان دي كانت اول مباراه ليه قدام النادي الاهلي. صحيح. فدي برضو صحيح. اكيد كانت مين تاني من غير رمضان يعني اهم نقاط القوه اللي موجوده في نادي عبد الله السعيد؟ طبعا عبد الله السعيد بكره هيبقى مفتاح لعب الفرقه مع دونجا في طريقه تكيس كمان تحديدا. عبد الله هو الاكثر صناعه للاهداف في الفرقه، واحد من اهم اللعيبه، ولكن عبد الله ما عادش بيدي اكتر من 60 دقيقه من وجهه نظري. حتى في المنتخب يبقى بديل لقفش يعني. اكتر من كده عبد الله ما عادش بيدي اكتر من 60 دقيقه، بس 60 دقيقه بس بدنيا مع السن ما عادش بيدي اكتر. فانت عبد الله مجرد ان انت عملت عليه ضغط، عبد الله بالضغط بوجود اليو ديانج بقى، بوجود السوليه، بوجود مثلا اي حد، حمدي فتحي، اكرم، الضغط على عبد الله السعيد هيتعبه كتير خاصه مع تقدمه في العمر. ولكن يظل برده عبد الله بلمسته بتقدر يوصل اللي معاه للجون. ابراهيم عادل واحد من احسن اللعيبه الصاعده في مصر. يعني ابراهيم عادل انا بعتبره احسن لعيب في بيراميدز حاليا بصراحه. واحد من احسن اللعيبه الصاعده، لعيب مهاري قوي، عنده شخصيه، لعيب صغير في السن وبيروح على الجون كويس، بيعرف يشوط كويس،
جاب اهداف كويسه جدا في الكونفدراليه. الثلاثه دول يعتبر واحد من اخطر اللعيبه في بيراميدز. وكذلك برضو ايريك السنه دي مش في حالته نتيجه التوظيف الكتير بيتوظف، هو كله بيبقى مركز في مباريات الاهلي. بس طبعا في مباريات الاهلي كله بقى بيبقى هو دايما مباريات الاهلي برضو بيبقى تركيزهم ان هم عايزين يكسبوا الاهلي بالظبط، بالذات نادي بيراميدز يعني عايز اللي هو انا انزل ماتش الموسم بالنسبه لهم، وده قدر النادي الاهلي قدر الكبير دايما ان هو في المباراه دي ان شاء الله يعني مباراه زي دي ان شاء الله ناخد بيها دفعه. اهم بقى نقاط دي، اهم نقاط القوه، في نقاط قوه تاني؟ لا تمام. طيب خلينا نروح بقى لاهم نقاط الضعف. طب اول نقطه ضعف طبعا اكيد اذا شريف اكرامي بدا المباراه، شريف في ناحيه الحراسه المرمى كان في مشاكل كبيره جدا السنه دي، الامر اللي جعل الجهاز الفني يلجا لاحمد الشناوي، ولكن طبعا احنا عارفين شريف برده من اللعيبه الكبيره، اسمه كبير جدا جدا، ما اعرفش هل شريف ممكن يستحمل انه يقعد اكثر من مباراه او مباراتين كبديل نادي بيراميدز في الوقت الاخير، واضح جدا ان في ضغوطات لما بتحصل من اللعيبه الجهاز الفني. شريف برضه كورته في بناء الهجمه اعلى من الشناوي، فهل دي نقطه مثلا تخلي تاكيس يبدا بيه؟ ممكن. ان هو صح. هو شريف اكرامي الميزه الوحيده اللي فيه عن الشناوي من وجهه نظر يعني بناء الهجمه من الخلف، صح، لكن الشناوي اعلى في سرعه رد ممكن الفعل. ممكن شريف يبقى زعل في الكرات العرضيه، الماتشين بتوع الكونفدراليه قعد دكه. ممكن يضغط، ممكن طبعا المشاكل. الامر ده نفسه شفناه مثلا في نادي الزمالك وهو عنده ثلاث حراس لحد ما مستواهم قريب من بعض، فالامر ده عمل لهم مشكله. النقطه دي بقى، اللعبه دي واحدة برضو من النقط الأزمة كبيرة جدا عند نادي بيراميدز، وهي اللعب خلف الفول باكس. زي ما بنتكلم برضو الفول باك التاني بتلعب 10 كمان. بالظبط. اللعبة دي بالذات بنشوف فيها فعلا ازاي تستخدم المهاجم بتاعك بلمسة واحدة انك تخترق الجبهة اللي ورا الفول باكس. انا كنت عايز اقول بعد حراسة المرمى الفول باكس بتوع نادي بيراميدز ربما يكونوا من مصادر القوة، لكن هم برضو في نفس الوقت من مصادر الضعف. ليه؟ لان هم طايرين على طول عشان الفريق عايز يهاجم، بيسيبوا مساحات، وهنا شفنا وولتر بواليا قدر انه يستغل الجبهة اليمنى وينفرد، وكان ممكن الانفراد طبعا يجيب هدف للنادي الاهلي. ولكن بعيدا عن الشق الهجومي، الشق الدفاعي في ازمة كبيرة، ان احمد سامي هو اللي كان ضم، وطبعا ده قرار سيء جدا. ليه؟ لان احمد سامي كمساك بطيء عشان يفتح سبرنت من وسط الملعب لغايه منطقه جزاء فرقته مع مهاجم او مع جناح، اكيد المهاجم او الجناح هيسبقك. فبالتالي هنا نقطه مهمه ونقطه يعني النادي الاهلي اكيد المحللين ده بحراسه المرمى والاثنين الفول باكس طبعا دول في وجهه نظري الشخصيه من نقاط الضعف برده في نادي بيراميدز. الكرات العرضيه بقى، الكرات العرضيه نستعرض الصور اللي معانا. بيراميدز في مشكله واضحه في الكرات العرضيه داخل منطقه الجزاء، لازم بكره ان شاء الله نستغل النقطه دي في الكرات العرضيه وفي الضربات الثابته. بيراميدز بقاله سنتين في الدوري اسهل حاجه ان انت تجيب في جون من ضربات ثابته. ايوه. لو استعرضنا الصور بقى، اروى بارينا في المباراه الاخيره طبعا هو كان بيلعب، يعني نبص في الحالات الدفاعيه، اول حاله معانا اهي، ده طبعا ماتش الرجاء الاخير اللي كان في المغرب، نبص ادي الكره بتتلعب من ناحيه اليمين بتتلعب بالعرض، بص الاثنين المساكين اهم واقفين، مين دول؟ احمد سامي واحمد فتحي، احمد فتحي بيلعب مساك ثالث واحمد سامي وكان اسامه جلال، ادي الثلاثه اللي ورا، بص المساحه الموجوده ما بين احمد فتحي وما بين احمد سامي، وبص المهاجم اللي هو بين مالونجو بتاع الرجاء بيخش ما بينهم، نكمل الصوره اللي بعدها هتلاقي بين مالونجو خد الكوره ولعبها وبص راحت على طول، واقف لوحده تماما، ففي مشكله واضحه في الكرات العرضيه. طب هل دي حاله واحده بس؟ لا، احنا في حاله برده ثانيه جت في القايم نفس الفكره. أيوه. استعرضها استاذ سمير كمل، هي نفس الحاله بالظبط برضه من نفس الجبهه. ليه؟ لان رمضان صبحي وعبد الله السعيد في الجبهه دي ما كانوش بيرجعوا يدافعوا، كانت دي نفس دي مشكله واضحه في الجبهه اليسرى، ان محمد حمدي دايما بيبقى لوحده، تقدر ان انت تستغلها، خاصه ان يعني نقطه مهمه ان عندك مثلا هنا لو بدا طاهر محمد طاهر يقدر يعمل مشاكل في الجبهه دي، كذلك اكرم توفيق لو اتقدم يقدر يعمل العرضيات برضه بين مالوجو فين واقف لوحده بدون رقابه، نفس الفكره ما بين احمد فتحي وما بين احمد سامي واقف لوحده، الكره دي جت في القايم. كمل يا استاذ سمير الصوره اللي بعدها، بص اترفعت جوه السته ما بين احمد فتحي وما بين احمد سامي وجت في القايم الكره دي. صعب الجنب ده معاه بصراحه. بصراحه الجنب صعب. بس كان ممكن الشناوي يطلع في دي. دي الشناوي طيب. عنده مشكله في الكرات العرضيه، مشكله خروج. الشناوي خروج. في الخروج خروج. على الكرات العرضيه دي المشكله الوحيده في احمد الشناوي. طيب مع عندنا انه حارس مميز جدا. عندنا حاجه تانية بقى فيما يخص البيراميدز كده تمام.
الارقام 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 بقى في مقارنه ما بين الاول ما بين اللعيبه وفي مقارنه ما بين الفرقه، مقارنه ما بين ارقام الاهلي وبيراميدز. الاهلي وبيراميدز، خلينا في الاهلي وبيراميدز. الاول طبعا ترتيب الفرقتين ولاعب قد ايه اهي. اول حاجه النادي الاهلي لعب 19 مباراه كسب 12، نسبه الفوز بتاعتنا 63.1%. بيراميدز كسب 8 من 22 بس. النادي الاهلي تعادل 5، بيراميدز اتعادل 10، نسبه التعادل عندهم كبيره جدا. الخساره الاهلي خسر ماتشين بس، بيراميدز خسر 4 ماتشات. كمل. نيجي لاحراز الاهداف، احنا لاعبين ماتشات اقل ولكن احنا مسجلين، يعني احنا اقوى خط الاقوى في الهجوم، 35 هدف مقابل 31 هدف لبيراميدز. نيجي لخط الدفاع، الاستقبال شباك اهداف 14 هدف في النادي الاهلي، 26 هدف، رقم كبير جدا جدا جدا، ده دليل على وجود مشاكل دفاعيه كبيره جدا. الكلين شيت النادي الاهلي 7 كلين شيت، هم 6 كلين شيت فقط، ده رقم قليل برضه لان النادي الاهلي لاعب عدد اقل من المباريات، ده دليل على وجود المشاكل الدفاعيه الكتيره الموجوده في بيراميدز. النقاط النادي الاهلي 41 نقطه، بيراميدز عنده 34 نقطه. طيب اذا دي كانت المقارنات ما بين النادي الاهلي ونادي بيراميدز. كالعاده استمتعنا بيكم يا كريم، استمتعنا بيكم يا احمد، يعني ان شاء الله المباريات القادمه برضه تدونا شرح وافي وتفصيلي لكل المباريات القادمه. انا بشكركم شكرا جزيلا على وجودكم معنا. شكرا جزيلا لزمايلنا كريم سعيد واحمد ثابت، تصحوا. كريم سعيد واحمد ثابت بشكرهم. هطلع فاصل، وبعد الفاصل اثنين من نقادنا الرياضيين الكبار، الاستاذ محمود صبري والاستاذ جمال الزهيري في البيت الكبير، هنتكلم اكتر عن الصحافه داخل أو عشان مباراة النادي الأهلي ونادي بيراميدز بكرة إن شاء الله. نطلع فاصل، وبعد الفاصل نقادنا الرياضيين الكبار.